عايز اقوله انه الحقيقه احنا كل مره نتعمد نعمل فيلر الربط ما بيننا وبين الجمهور، الربط ما بين النادي الاهلي وبين الجمهور، لانه جمهوره ده حماه على الحلوه والمره معاه، وان شاء الله تبقى حلوه والحلو جاي اكتر ان شاء الله. حصري مع شجاع. طيب اول خبر عندنا انه كابتن محمد رمضان يا عيني طبعا ضغط عليه في التليفونات بحكم منصبه يعني. فكابتن رمضان عايز متحدث اعلامي، منسق اعلامي، عايز فكره المتحدث والمنسق الاعلامي. طبعا النادي الاهلي عنده مركز اعلامي على اعلى مستوى، استاذ جمال جبر الحقيقه سيبك انك تسمع انتقادات وبتقول كلام، الراجل بيأدي شغله على اكمل وجه وبيحاول بقدر الامكان الحقيقه انه يعمل شغله بالشكل الذي يليق بالنادي الاهلي، وسنوات طويله وهو نجح في هذا الامر. من الممكن يكون استاذ جمال جبر، من الممكن استاذ جمال يرشح حد يعني، لانه فعلا الكابتن رمضان عنده مشكله، عنده بضغط كبير جدا وعنده ترتيبات في الفرقه، عنده ملفات عايز يخلصها، عنده تعاقد مع اللعيبه، هو كمان بيقول لك انا عايز اركز زي اللعيبه، وبالتالي نقطه المنسق الاعلامي او المتحدث الاعلامي هيخليه هو يتفرغ، هيخليه يتابع كل اللي موجود، وبالتالي ده هيفضي دماغ الكابتن محمد رمضان زي ما هم بيقولوا. انا بعتقد ان هذا القرار قرار موفق. الحقيقه مش عارف قصه انه كل شويه محاوله لتصدير مشكله لمنتخبنا الوطني. يعني مصدر من جهاز منتخب مصر نفى كل الانباء اللي ترددت على انه مصطفى محمد رفض يسافر لموريتانيا وانه يلعب على النجيل الصناعي. المباراه ان شاء الله يوم 15 اكتوبر هتبقى الساعه 4 ان شاء الله بتوقيت مصر، ان في فرق 3 ساعات، وقال اصله ما لعبش اساسي في المباراه الاولى. في لقطه في المباراه الاولى الكره اللي شالها الشناوي وبيقع، كان مصطفى محمد تحت العارضه طريقتهم هم بيحضنوا بعض وبيخبطوا على صدر بعض بالاصرار، دي تكفي، دي ترد على كل حاجه يعني. الحقيقه المصدر اللي داخل المنتخب قال لنا مصطفى لعيب ملتزم جدا وخرج من المنتخب لانه عنده اصابه، عنده اجهاد في العضله الخلفيه خفيفه يعني، عايزه راحه يومين الى 3 ايام، وبالتالي مش هيبقى موجود في المباراه، المباراه خلاص بعد 3 ايام يعني. فالراجل ريح وبالتفاهم التام مع جهاز منتخبنا الوطني. وده عندك برضو محمد صلاح نفس القصه، حصل اتفاق ما بينه وما بين الجهاز الفني يعني. وعندك في اسبانيا لامين يامال برضو لعب المباراه وطلع في الدقيقه 75 مباراة اسبانيا والدنمارك، والراجل برضو جاله شعور بالاجهاد فريحوه هو الاخر يعني. فجماعه الله يخليكم، بلاش بلاش، الله يخليكم. الماتش الساعه كام؟ الساعه 4 7 بتوقيت مصر، 7 بتوقيت مصر، متاسف 4 بتوقيت موريتانيا، انا متاسف جدا. طيب فارجو يا جماعه ان احنا ما ندخلش في خناقات وندخل في مشاكل وندخل في ازمات، والف سلامه على مصطفى محمد. طيب يمكن الحقيقه كابتن علاء نبيل بقاله كام يوم الحقيقه، وكل يوم بشيد بالكابتن علاء نبيل لانه عامل شغل محترم جدا. علاء نبيل قال انا لن اسمح للاعب غير مطابق للمواصفات انه يبقى موجود في اي مسابقه واخص في المنتخبات. فعملوا في تحليل كده بيتعمل لاثبات المرحله السنيه، وتاكدوا ان في 4 لعيبه والكلام على 7، تاكدوا ان في 4 لعيبه موجودين وتم يعني استبعادهم. انا معايا الاسماء ومعايا الانديه، انا بقول لك انا معايا الاسماء ومعايا الانديه، لان هم 7 لعيبه بس في 4 خرجوا من المنتخب بالفعل. وقلت وهقول انه دي تمثل كارثه، انك دايما هتفضل يعني للاسف الشديد تبقى البطوله هي بالنسبه لك الاهم، وقصه التسنين والحدوته واللي واللي واللي، ده امر غير مقبول على الاطلاق. لازم نشتغل صح، لانه ما ينفعش لعيبه يقول لك ان انا مواليد 2008 يطلع مواليد مثلا 2003 و2004 وناس اكبر من كده بكتير يعني، بيعملوا فحص نهائي عشان يشوفوا باقي اللاعبين، لانه الامر ده بالنسبه لي بعتقد انه بيمثل كارثه.
في نادي الزمالك قرر انه يصطحب محمد نبيل دونجا، نبيل عماد دونجا، مع الفريق في رحلة السوبر. هو خرج كان برضو عنده اجهاد زي الاجهاد بتاع مصطفى محمد والاجهاد في العضلة الخلفية، بس ممكن ده يبقى مطول شوية، مش هيلحق مباراة موريتانيا. الزمالك هياخد اللعب ويدور على قصته هناك في الامارات، هل ممكن يلعب، هل ممكن ما يلعبش، هل ممكن يلعب مباراة بيراميدز، او في حالة فوزه يلعب المباراة النهائية، او في حالة خسارته يلعب مباراة تحديد المراكز. هذا الامر لسه ما حصلش، لكنه المؤكد انه نبيل عماد دونجا هيسافر مع الزمالك الى الامارات عشان بطولة السوبر.